مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة حلقة هتكون مهمة جدا، عندنا العديد من الأخبار العالمية وأخبار محلية وبالتحديد الأخبار الأفريقية الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية، بخلاف طبعا الأساسي بالنسبة لنا والأهم بالنسبة لنا خلال المرحلة الحالية أخبار النادي الأهلي والاستعداد للفترة القادمة. الغاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره اللي بتتمثل في إيه؟ بتتمثل في بطولة الدوري وحسم هذا اللقب الغالي بإذن الله رقم 41 في تاريخ بطولات النادي الأهلي من حيث بطولة الدوري. فقرات حلقتنا النهاردة متعددة، عندنا فقرة في البداية هتكون مع زميلتنا العزيزة، مش هتكون في البداية طبعا، بداية عندنا الأخبار اللي أنا قلت هحرك عليها، بعد كده في فقرة أخرى خاصة بالسوشيال ميديا مع الزميلة العزيزة سارة حمودة وهتتكلم بالتفاصيل عن كل ما يدور على السوشيال ميديا. كمان عندنا فقرة تانية وهي الفقرة الأخيرة في حلقة النهاردة، هيشرفنا ونورنا في الاستوديو أستاذ رامي رجب طبعا ناقد رياضي بجريدة الدستور، وهنتكلم في أمور عديدة على الساحة الرياضية المحلية والإفريقية بالتحديد. ما تنسوش كمان النهارده في سؤال للحلقه، سؤال حلقه النهارده، توقعاتك لمباراه تونس ونيجيريا اللي هتقام النهارده ان شاء الله على المركز الثالث في تمام الساعه 9 مساء على استاد السلام، تتوقع مين اللي يكسب باذن الله؟ نتمنى طبعا نتمنى تونس، لكن ممكن يكون عندك اي توقع ثاني هنقراه مع حضراتكم ونتابع من خلال توقعاتكم على صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستغرام، ونشوف توقعات حضراتكم هتكون ايه. عندنا كلام كتير مهم جدا جدا جدا، بس نروح نشوف اهم وابرز العناوين بتاعت حلقه النهارده. يلا بينا. الأهلي رحم للتدريبات اليوم بعد العودة من أسبانيا. الأهلي يلاقي البلاستيك وديا يوم الجمعة. عبد الحفيظ، الفريق جاهز لمواجهتي المقاولون والزمالك في الدوري. محمد هاني، لن نتنازل عن الدوري وجاهز للمشاركة في أي مركز. وزارة الرياضة تنتظر رد الفيفا لتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة. الأندية تطالب بجمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة الجبلاية قبل الانتخابات. الليلة مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا بين تونس ونيجيريا. كويس، أخبار كتير جدا عندنا، لكن في البداية وقبل ما نتكلم عن أخبار النادي الأهلي الهامة جدا، امبارح أكيد حضراتكم تابعتوا بشكل كبير تصريحات كابتن هاني رمزي المدرب العام في الجهاز السابق لمنتخب مصر واللي اخفق في الفوز، مش الفوز بس، كمان الاخفق في الصعود لدور الثمانيه من بطوله الامم الافريقيه اللي هي بتقام فين؟ اللي بتقام في مصر هنا وسط الشعب المصري والجماهير المصريه. التصريحات كلها كانت مثيره جدا ومهمه جدا ولازم نقف عندها، لازم كل التحيه طبعا لموقع في الجول اللي قدر ان هو يعني ياخد التصريحات دي على لسان الكابتن هاني رمزي، وده شيء يحسب لهم في الحقيقه. لكن في نفس الوقت تصريحات لازم نقف عندها وبتدل على اشياء كتير، وطبعا كان في رد من كابتن منتخب مصر وكلام من ده وحاجات للاسف مؤسفه جدا. واحنا يا جماعه في وقت انتوا بتفكروا في الناس بالخيبه الكبيره جدا اللي عندنا، مش مدركين ان احنا يوم الجمعه الجايه دي بعد بكره في منتخب هيحتفل ببطوله الامم الافريقيه على ارضنا، فدي في حد ذاتها حاجة صعبة جدا جدا على الشعب المصري. فأيا كان التصريحات عبارة عن إيه، بس ما كانش توقيتها، في نفس الوقت هي فيها شجاعة كبيرة جدا من الكابتن هاني رمزي. هي ما بتعفيش كابتن هاني طبعا من المسؤولية خالص، طالما أنت موجود في الجهاز الفني وكنت في البطولة مع الجهاز الفني يبقى أنت مسؤول، أكيد أنت مسؤول ما فيهاش نقاش. لكن في نفس الوقت هي فيها شجاعة من الكابتن هاني رمزي، وبتدل على إيه؟ بتدل على أهمية وعلى الإصرار اللي لازم يكون موجود في البحث عن الأسباب اللي أدت للتعاقد مع هذا المدير الفني السيء والفاشل جدا جدا مستر أجيري. بعد تصريحات الكابتن هاني رمزي لازم كده نبحث، المسؤولين لازم يدوروا كويس قوي قوي على الأسباب اللي أدت إن مستر أجيري يمسك منتخب مصر، لازم. والاسباب بقى اللي ادت كمان لتواجد سلجادو
في الجهاز الفني. واضح كمان من تصريحات كابتن هاني رمزي ان هو كمان يعني حتى راجل عضو جهاز فني وعضو بارز في الجهاز الفني مش عارف سلجادو بيعمل ايه في المنتخب. بيقول لك الراجل كان بيجي المعسكرات ما بنشوفوش غير في التدريب كده، بنكمل بيه التقسيمه وبنشوفه على الغداء والعشاء والفطار وكلام كده في المعسكرات بس، لكن ما كانش ليه دور. طب الراجل كان موجود ليه؟ ما هو ده السؤال اللي مصر كلها بتساله بقالها فتره، من ساعه ما جه الكل كان بيسال في الحقيقه، وما كانش فيه اي رد ولا اي جواب اطلاقا يعني من اي مسؤول. فبرضه الكابتن هاني رمزي اثار هذه الجزئيه، اتكلم طبعا عن اللاعبين واتكلم على امور كتير، واكيد حضراتكم تابعتوا هذا الحوار. لكن بالتالي الرد من احد اللاعبين ويقول ان تاريخي ومش تاريخي، تاريخ مصر اكبر من اي حد، تاريخ مصر اكبر من اي حد. مصر قدرت تاخد البطولات او بطوله الامم الافريقيه 7 مرات وكان ممكن تبقى الثامنه السنه دي بمختلف اللاعبين، مش بتاريخ لعيب واحد. وخصوصا خصوصا مع احترامنا وتقديرنا لكل اللاعبين، لما يجي لاعب مش اساسي اصلا مع منتخب مصر على مدار كل البطولات اللي فاتت تمام، ويتكلم في الحته دي يقول لك تاريخي اكبر من انا ارد على كابتن هاني رمزي. بالمناسبه كابتن هاني رمزي نجم كبير، سيبك من موضوع الجهاز الفني بقى واللي حصل في البطوله دي، لكن راجل وصل مع مصر كاس عام 90، شارك في كاس عام 90 وخد بطوله الامم الافريقيه 98 مع الكابتن محمود الجوهري المدير الفني العظيم الراحل، عنده انجازات وكان لعيب اساسي، كان لعيب اساسي. لكن في نفس الوقت ده يخلي الواحد يتساءل، امال احمد فتحي ده تاريخه يبقى ايه؟ والله بجد سؤال مهم. احمد فتحي اللي شارك في كل البطولات اللي ممكن يجي في دماغك كده، سواء مع الانديه او مع المنتخبات، بدايه منتخب الشباب، المنتخب الاولمبي، شارك في الاولمبياد، شارك في كاس العالم مع منتخب الشباب، كاس العالم مع المنتخب الكبير، مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، بطوله افريقيا خدها كذا مره، دوري خده، كاس، كل حاجه، كل حاجه، سوبر هنا وهنا وهنا، كل الحاجات دي خدها احمد فتحي صاحب هذا التاريخ الكبير. طب باشا احمد فتحي، امال وائل جمعه ده الاسطوره في خط الدفاع يبقى تاريخه ايه؟ ما هو برضو يا جماعة لازم نراعي ان التصريحات في بعض الاحيان بتبقى مستفزة، واحنا شعب بنحب الكورة وشعب في نفس الوقت لازم تتكلم معاه بصورة منطقية شوية ومش بتعالي. مهمة قوي ان انت بتتكلمش مع الشعب ده بتعالي، الشعب ممكن يقدرك لو انت بتعمل فعلا مجهود، وانا بتكلم كرويا بالتحديد، بتعمل مجهود في الملعب صح، بتشتغل صح، ليك دور بارز مع منتخب مصر او مع اي نادي، الجمهور اي نادي بيقدرك وبيشيلك فوق دماغه. لكن تتكبر او تبقى ليك وجهه نظر معينه وطريقه معينه في الرد والكلام من ده، لا ده غير مقبول في الحقيقه، مع احترامنا وتقديرنا الكامل لشخص هذا اللاعب. لكن في نفس الوقت لازم يا جماعه يكون في مراعاه للالام اللي بيعاني منها الشعب المصري حتى هذه اللحظه، واللي هيعاني منها الفتره الجايه لغايه لما الكره المصريه تتعدل او يتعدل مسارها. لازم نراعي هذه الالام، لازم التصريحات تبقى محسوبه كويس قوي قوي قوي، لان لسه الشعب المصري بيتالم بعد الخروج من بطوله الامم الافريقيه بهذا المنظر السيء، خصوصا في ظل تنظيم مفيش احسن من كده اطلاقا اطلاقا، ودعم من الدوله بشكل كامل متكامل، من المسؤولين، من كل حد، كل الناس، واللي قبل كل ده الجماهير نفسها اللي دعمتك بشكل كبير جدا كمنتخب، وانت للاسف ما قدرتش تعمل حاجه، سواء مدير فني او جهاز فني بالكامل برضه، انا مصر على النقطه دي واكيد حضراتكم مصرين عليها، او لاعبين. فبالتالي يا جماعه راعوا الحاله اللي ممكن يكون فيها الشعب المصري المهتم بكره القدم، واكيد الشعب المصري كله بيبقى مهتم بهذه اللعبه يعني. احنا في كارثه كبيره. التصريحات لازم تبقى محسوبه، وبالتحديد بالنسبه لكابتن هاني رمزي بنحترمه وبنقدره جدا جدا، بس انت يا كابتن هاني طالما موجود في الجهاز الفني في البطوله يبقى تسال عن النتائج. اه كلامك كان حلو قوي امبارح في الحقيقه في الحوار مع في الجول، كلام مميز جدا، ما فيهوش اي حاجه وحشه، ما فيش حاجه تقول ان الكابتن هاني رمزي بيعفي نفسه وكلام من ده، لا هو مش معفي خالص من المسؤوليه. لكن في نفس الوقت انت كان في ايدك تعمل حاجات اكتر من كده قبل البطولة مش خلال البطولة، خلال البطولة ما كانش ينفع تعمل حاجة، احنا معاك. لكن قبل البطولة كان ممكن تقدم استقالتك، شايف ان في سياسة غلط، في اسلوب غلط، في عدم تفاهم وعدم فهم للاعب المصري، لكن كان لازم يبقى في موقف قبل البطولة عشان كنا نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه. وساعتها هتبقى عملت اللي عليك، وساعتها كنت حضرتك اللي هتبقى اكيد البطل الكبير في هذه الأزمة يعني. لكن دلوقتي كل أعضاء الجهاز الفني بالكامل بالكامل يسألوا على الكارثة اللي وصلت ليها الكرة المصرية، ونتمنى إن شاء الله خلال الفترة الجاية الأمور تتعدل وتتظبط بالنسبة للكرة المصرية إن شاء الله بإذن الله.
ده شيء كان لازم نبتدي به في الاول، وتعليق كان مهم جدا على التصريحات اللي خرجت من اكثر من عضو من الجهاز الفني، سواء كابتن هاني رمزي، تيتو جارسيا كمان طلع علق وبيدافع عن أجيري نسبيا يعني، وطبعا كابتن منتخب مصر طلع علق، فكلام يعني كتير. عايزين فتره ونعديها ونركز في اللي جاي، لان عندنا تحديات كبيره جدا للكره المصريه، سواء فيما يتعلق بالتصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021، او فيما يتعلق كمان بالتصفيات المؤهله الصعبه جدا لكاس العالم 2022. واحنا لازم نكون متواجدين في البطولتين، بطوله افريقيا مش تكون متواجد فيها وخلاص، لا لازم تنافس عليها بقوه باذن الله، ولازم تكون متواجد في كاس العالم وتأدي بشكل جيد، مش مجرد انك تروح زي ما حصل في روسيا يعني، وكان في مشاكل كتير طبعا حضراتكم عارفينها في روسيا كويس جدا، وما قدرناش ان احنا نعالجها، ودي برضو جزئيه صعبه جدا. كان في كل الاحوال المجمل يعني باختصار كده، لازم يبقى في محاسبه بالتحديد لصاحب فكره التعاقد مع مستر أجيري، رغم كل ما قيل عنه قبل القدوم لمصر. عايزين نعرف شوف ايه الاسباب، ايه الكواليس، ايه اللي حصل يعني، ليه اشمعنى الراجل ده؟ كان عندك اسماء كتيره جدا مطروحه، فلازم يكون ان شاء الله باذن الله في حساب للجزئيه دي، وانا واثق بنسبه كبيره ان ده هيحصل يعني ان شاء الله. طيب نروح بقى لاخبار النادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا الفتره دي بيستعد لمباريتين مهمين قوي زي ما حضراتكم عارفين متابعين ومستنيين كمان. انا عارف جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى عنده شغف كبير بمباريات النادي الاهلي، ما بالك جمهور النادي الاهلي بيستنى المباريات الوديه عشان يشوفها، ما بالك بقى المباريات الرسميه. المباريات الرسميه ايه؟ دي مش اي مباريات رسميه، دي مباراتين هيحسموا بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله، باذن الله يكون النادي الاهلي موفق في حسم بطوله الدوري. مباراه المقاولين ان شاء الله يوم 24، مباراه الزمالك باذن الله يوم 28، اجمالي مباراتين يطلع النادي الاهلي الفائز ببطوله الدوري باذن الله هذا الموسم، بعد موسم استثنائي كبير جدا جدا، فبالتالي استعدادات قويه للماتشين دول. النهارده كان في راحه للجهاز الفني واللاعبين، بتحديد اللاعبين يعني، الجهاز الفني قرر ان يكون في راحه ليهم بعد العوده امبارح بالليل في ساعه متاخره من مساء امس للقاهره، بعد معسكر ناجح جدا جدا في اسبانيا، وقدر من خلاله الجهاز الفني ان هو يقف على مستويات اللاعبين، قدر كمان من خلال هذا المعسكر الجهاز الفني ان هو يزود من معدلات اللياقه البدنيه بعد اجازه كانت كبيره بالنسبه للاعبي النادي الاهلي بالتحديد اللي هم ما كانوش دوليين يعني، او مش بيشاركوا مع اي منتخب في بطوله الامم الافريقيه، قدر كمان ان هو يركز على بعض الجمل التكتيكيه، بعض الامور الفنيه اللي باذن الله ان شاء الله هنشوفها خلال الفتره اللي جايه. الراحه عباره عن 24 ساعه بس، بكره الفريق ان شاء الله باذن الله هيستأنف في تدريباته في استاد مختار التتش، بكره يكون استئناف لهذه التدريبات. وكمان من ضمن الاخبار ان يوم الجمعه هيكون مباراه وديه باذن الله للنادي الاهلي امام البلاستيك، واعتقد دي هتكون اخر مباراه للفريق، اكيد هتكون اخر مباراه للفريق قبل مباراه المقاولين ان شاء الله يوم 24، وده من خلال الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره، واللي قال ان الفريق خلاص هيخوض مباراه وديه مساء يوم الجمعه مع فريق البلاستيك استعدادا لاستئناف بطوله الدوري، عشان تكون دي المباراه الخامسه للنادي الاهلي في اطار المباريات الوديه استعدادا للفتره الحاسمه المقبله. وبالمناسبه كمان انت يعني هتخلص الفتره اللي جايه دي باذن الله بالاهداف اللي انت بتسعى ليها، وهيكون عندك فتره اعداد اخرى هتكون مميزه عباره عن 20 يوم اخرين قبل انطلاق الموسم الجديد. كمان من ضمن الاخبار المهمه جدا، رمضان صبحي هيخضع لفحص طبي بكره ان شاء الله خلال المران او قبل المران بالتحديد، ده ليه؟ لان رمضان صبحي كان عنده آلام بسيطة في العضلة الضمة اشتكى منها امبارح كده مع نهاية المعسكر، وبالتالي هيكون في فحص طبي للاعب عشان نعرف المدة اللي هيغيب من خلالها رمضان صبحي، وان شاء الله تكون مدة قليلة، وباذن الله يكون اجهاد خفيف بس في العضلة الضمة. اصابة العضلة الضمة دي من الاصابات الرخمة كده في الكورة واللي ممكن تعطل اللاعب، لكن باذن الله تكون حاجة بسيطة رمضان صبحي، لان اللعيب مهم جدا وهنحتاجه خلال فترات كتيره مقبله. ما اعتقدش رمضان صبحي هينفع يلعب طبعا مباراتي المقاولين والزمالك، لان عقد الاعاره كان انتهى بالمناسبه يعني في 30/6، وبعدين تم تجديد عقد الاعاره مره ثانيه، فبالتالي خلاص طبقا لموضوع القايمه المحليه وكلام من ده ما ينفعش تايد حد لان الموسم اصلا لسه ما خلص. القصه اللي احنا اتكلمنا فيها كتير ام صبحي اعتقد هيكون خارج الصوره طبعا في مباراتي المقاولون والزمالك. طيب كمان من ضمن الاخبار، الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان الفريق، ودي تصريحات للكابتن سيد مدير الكره، ان الفريق جاهز لمباراتي المقاولون والزمالك، وقال ان احنا استعدينا بشكل جيد جدا، وان احنا كان لينا اهداف محدده تتوافق مع طبيعه المرحله المهمه، ويركز خلالها الفريق والجهاز الفني على الجوانب النفسيه والبدنيه والخططيه بشكل متوازن بهدف حسم طبعا بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله خلال مع نهايه هذا الشهر. كمان اشار الكابتن سيد عبد الحفيظ ان الفريق خاض عددا من المباريات الوديه، وتم تجربه العديد من الامور الخططيه،
واطمئن الجهاز الفني على كافة اللاعبين وكمان جاهزيتهم التامة للمباريات المقبلة، مشيدا طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ بالالتزام الشديد والمعتاد والطبيعي جدا من لاعبة النادي الأهلي خلال المعسكر، وكمان بيشيد بالتركيز الواضح عليهم علشان يحققوا بإذن الله بطولة الدوري. كمان من ضمن الأخبار المهمة ان في فحص طبي بكره ان شاء الله، مش بس رمضان صبحي، لكل اللاعبين المصابين. واحنا عندنا في الحقيقه عدد من اللاعبين المصابين، شريف اكرامي، كريم نيدفيد، ومحمد محمود، دول اللي هيكونوا متواجدين طبعا خلال الفحص الطبي غدا. لكن في نفس الوقت سعد سمير من ضمن المصابين اكيد، ولاعب مهم جدا، هو متواجد في المانيا عشان بيعمل بعض التدريبات العلاجيه والتدريبات التاهيليه اللي بشانها ان شاء الله تساعد اللاعب على العوده للتدريبات الجماعيه مع المجموعه بشكل طبيعي في النادي الاهلي. فبالتالي هيكون الفحص الطبي شامل لكل من شريف اكرامي وكريم نيدفيد ومحمد محمود عشان يعرفوا حالتهم وصلت لحد فين وموعد انتظامهم في التدريبات ان شاء الله. لسه محمد محمود اعتقد شويه لان الاصابه كانت كبيره في الرباط الصليبي. شريف اكرامي كان شال بعض العظام الزائده في الركبه في جراحه مؤخرا يعني، وكريم نيدفيد كان عنده جراحه في الغضروف. فالاصابات مش سهله طبعا، لكن ان شاء الله هم بيتعافوا من هذه الاصابات واحده واحده باذن الله ينضموا للنادي الاهلي ويشاركوا في التدريبات ومن ثم المشاركه في المباريات ويكونوا اضافه مؤكده. بنقول على اسماء لاعيبه مهمه قوي، اضافتهم هتكون مؤكده بشكل كبير جدا لصفوف النادي الاهلي في المراحل المختلفه المقبله. ده فيما يتعلق بالمصابين، لكن في المقابل كان في تصريح لمحمد هاني احد نجوم النادي الاهلي البارزين بالتحديد في هذا الموسم، واللي قدر ان هو يثبت نفسه بشكل كبير جدا وقدر ان هو يساهم في عدد كبير من المباريات، وشفنا مستواه بيتطور بشكل مميز محمد هاني في الحقيقه. ولعيب جوكر ممكن تلعبه كمساك، هو مركزه الاساسي طبعا ظهير ايمن، ممكن بيلعب كمساك، ممكن يلعب كمان نص ملعب، لاعب مميز في الحقيقه. فبالتالي كان ليه تصريحات مهمه قوي، قال ان احنا مش هنتنازل عن الدوري، وقال ان هو جاهز للمشاركه في اي مركز يطلبه الجهاز الفني، وقال ان هو متفائل جدا بالمرحله القادمه وقدره النادي الاهلي على الفوز ببطوله الدوري، وقال ان احنا استعدينا بشكل كبير جدا. عشان نسمع تصريحات اكتر واكتر من محمد هاني خلينا نروح نشوف هذا التقرير مع نجم من نجوم النادي الاهلي محمد هاني، يلا بينا. المعسكر ماشي بشكل كويس جدا، من حتى من اول ما رجعنا من فتره الاعداد في القاهره، يعني كنا اتمرنا اسبوع تقريبا، كان الفرقه كلها جديه، كنا عاملين فتره اعداد كويسه جدا، وهنا التمرينات كانت مكثفه طبعا، انتوا كنتوا شايفين تمرينتين في اليوم، ودي حاجه كويسه جدا. احنا كان بقالنا فتره كبيره ما كناش عملنا فتره اعداد، مجهود سنه كامله في الماتشين اللي جايين، فكل واحد موجود في المعسكر زي ما قلت لك في دماغه ان انت لازم الماتشين دول نهائي، يعني كاس انت لازم تكسب عشان ربنا يكرمك وتاخد الدوري. يعني ده هيبقى من اغلى الدوريات في تاريخ النادي، يعني دوري مهم جدا، وكلنا بنسعى للدوري ده من اول ماتش ليه يعني. يعني زي ما بقول لك الفرقه كلها مركزه، الفرقه كلها هدفها واحد، يعني ما اعتقدش ان في حد بيفكر حاجه تانية. اللي انا عايز اقوله ان ما فيش حد بيوصل لحاجه الا لما لازم بيشتغل عليها وبيتعب عشان ربنا يديك الحاجه دي، حتى لو عدى عليا طبعا اوقات صعبه جدا جدا جدا، يعني انا شفت اوقات في النادي صعبه طبعا، اللعيبه الكبيره شافوا اكتر بكتير، بس المواقف الصعبه دي هي اللي بتبني البني ادم حتى بره الكوره الحياه عامه. كان نفسي ان انا ابقى موجود بمثل بلدي ومنتخب مصر، بس خلاص يعني الحياه ما وقفتش والدنيا كملنا، يعني طبعا كان نفسي ان انا ابقى موجود وكل حاجه، بس انا يعني
اتفاجئت من رد فعل الناس بصراحه. يعني انا دي حاجه بسطتني شويه، ان حسيت ان الناس شايفه ان هاني، لا هاني ممكن يبقى موجود، هاني ممكن يبقى في اضافه، فدي حاجه يعني بسطتني شويه. طبعا ان انا يعني الناس شايفه ان في حاجه كويسه في محمد هاني يقدر يقدمها لمنتخب مصر، ومنتخب مصر ده مش حاجه قليله يعني. جماهير الاهلي ليها يعني ليها وجود تاني خالص، يعني بيخلوا الماتش، يعني بيخلوا انا نازل كلاعب، انا نازل عايز اموت نفسي وعايز ابسط الناس اللي جايه تتفرج علينا دي. فانا بتمنى يعني ان احنا يعني بعد التنظيم الجميل ده وبعد بطولة افريقيا، ان انت دخلت في الاستاد 40 50 الف مثلا، يعني انا شايف ان يعني ما فيهاش مشكله، يعني ما فيهاش مشكله ان جماهير الاهلي تخش برده وبنفس النظام وبنفس، لو يعمل موضوع الفان اي دي والكلام ده كله، دي حاجه كويسه، حاجه منظمه كويسه. يعني لو جت على الاقل 30 الف 40 الف في ماتش، دي حاجه كويسه جدا بصراحه. يعني وجودهم في الاستاد بيطمننا احنا كلاعيبه، وبيدينا حافز، وبيشجعنا ان احنا نقدم احسن حاجه عندنا. وطبعا احنا يعني بيبقى نفسنا ان احنا نكسب كل الماتشات، وبيبقى نفسنا ان احنا ما نزعلهمش، بس في اوقات بيبقى يعني بيبقى التوفيق مش معاك. طبعا الناس كتير بتحب الكوره، وناس كتير بتحب الاهلي بالذات، ففي ناس بتزعل منك بعشم ان انت مثلا قصرت في حاجه، او كان نفسهم ان هم يكسبوا، بس الجمهور بيحبك. يعني مهما كان بيجي فتره متضايقين من اللعيبه، متضايقين ان احنا خسرنا، متضايقين ان احنا يعني الدنيا مش متظبطه كالعاده، عشان انت دايما معودهم ان احنا رقم واحد وان احنا بنكسب على طول. فيعني احنا بنحاول على قد ما نقدر، ومفيش واحد فينا بينزل الملعب مش بيعمل اقصى ما عنده. يعني كلام مهم جدا في الحقيقه من محمد هاني، احد نجوم النادي الاهلي، ومنتظرين منه ان شاء الله المزيد من التالق خلال الفتره الهامه جدا المقبله مع الفريق. دي كانت كل اخبار النادي الاهلي، وان شاء الله الفريق عنده تدريبات بكره ومباراه بعد بكره وديه، ان شاء الله يكونوا موفقين باذن الله في مباراتي المقاولون والزمالك، وباذن الله باذن الله يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي من خلال التتويج ببطوله الدوري العام هذا الموسم، بالتحديد هذا الموسم. ركز معايا، الموسم ده كان صعب قوي، افتكر كل كواليسه كده، هتلاقي ان دي ممكن تكون اغلى بطوله في تاريخ النادي الاهلي، بالتحديد في بطولات الدوري. عندنا بطولات كتيره جدا جدا غاليه، لكن البطوله دي بخصوص بطولات باذن الله هتكون اغلى بطوله باذن الله. ان شاء الله نكون موفقين، بس ان شاء الله. طيب خلينا نروح نشوف اهم اخبار الكان في الصحف، وكمان اهم الاخبار المحليه في الصحف. يلا بينا. الاخبار: لجنه تدير اتحاد الكره خلال ساعات ترشيح اسماء اصحاب خبرات، والوزاره تنفي تعيينها حسن شحاته للمنتخب. اليوم السابع: حسن شحاته يقترب من العوده لتدريب منتخب مصر بعد 8 سنوات، المعلم يتصدر قائمه المرشحين ويختار الصقر وحماده صدقي والحضري ضمن جهازه المعاون. الجمهوريه: الانتخابات على مرحلتين وقرار تسليم الاتحاد جاهز، الأولمبية تنفيذ لائحة الجبلاية دون تعديل. الشروق: وزارة الرياضة تنتظر رد الفيفا لتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام. المسا: رئيس الاتحاد الدولي في القاهرة لحضور كونغرس الكاف، منتخبنا في التصنيف الأول بتصفيات أمم إفريقيا بالكاميرون. الأخبار: مفاجآت في ختام الكان، أغاني بنجوم أفارقة وتراث المصري في النهائي، والبروفا الأخيرة الليلة. الأهرام: تونس ونيجيريا في مباراة النسور المحلقة لتحديد المركز الثالث. الأخبار المسائي: طوارئ قبل موقعة الحسم، الجزائر يحشد أسلحته، والسنغال يتطلع لإنهاء العقدة. المصري اليوم:
مكافآت ضخمة لتحفيز الخضر للاقتناص لقب الكان. الأخبار المسائي، تضميد الجراح، نسور كارتاج طمعان في المركز الشرفي على حساب نيجيريا. الصحف التونسية تحذر من الفار، والنيجيرية تطالب اللاعبين بالبرونزية. طيب، في كلام كتير متعلق الأول بالشأن المحلي ومتعلق بالمرحلة الهامة جدا المقبلة بخصوص الكرة المصرية، عشان كده هنبتدي بالأخبار. الأخبار بتقول إيه؟ بتقول إن في لجنة بتدير أو هتدير الاتحاد خلال ساعات، وده من خلال ترشيح أسماء أصحاب خبرات. الأسماء دي من خلال مجموعة من الشخصيات الرياضية والعامة، وكمان فيما يتعلق بالفيفا واللائحة والأمور هتمشي إزاي والتواصل. إحنا عارفين إن كان في لجنة ثلاثية، وكانت خطبة الاتحاد الدولي عشان إمكانية تعيين لجنة مؤقتة عشان ما يكونش في تدخل في حكومي ولا حاجة، لأن عارفين الكلام ده طبعا ممكن يعرض مصر للإيقاف الدولي أو إيقاف الرياضة بشكل عام في مصر. فبالتالي كلها خطوات مدروسة ومحسوبة بشكل كبير جدا من مسؤولين عن الرياضة وتحديد وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الحالية، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور حسن مصطفى، وكمان عضو اللجنة أو رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب. فبالتالي كل دي أمور هيتم حسمها خلال المرحلة الحالية، وخصوصا خلال أيام، يعني عشان بالتحديد يعني ما بتخلص بطولة الأمم الأفريقية، عشان يكون في استقرار نوعا ما في اتحاد مصر لكرة القدم، لان في ملفات كتيره جدا جدا محتاجه استقرار في الاتحاد. محتاج ان انت تركز، عندك اولمبياد طوكيو 2020 هتقام، او بطوله الامم الافريقيه في الشباب يعني هتقام في مصر او المنتخب الاولمبي، وبعدين دي من خلالها هتتاهل ان شاء الله للاولمبياد. فبالتالي عندك جهاز فني بقياده الكابتن شوقي غريب، لازم يكون في مزيد من الاستقرار بالنسبه للمسؤولين على الاتحاد المصري لكره القدم. عندك كمان تحديات اخرى بتتعلق بالتصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه، التصفيات المؤهله لكاس العالم، امور كلها محتاجه تركيز ومحتاجه فعلا فعلا محتاجه الاستقرار خلال المرحله اللي جايه في اتحاد الكره. كابتن حسن شحاته الكلام عليه كتير، بالتالي عايز اروح اتكلم من خلال موقع اليوم او جريده اليوم السابع، واللي قالت ايه؟ قالت ان حسن شحاته يقترب من العوده لتدريب منتخب مصر بعد 8 سنين. المعلم يتصدر قائمه المرشحين ويختار الصقر وحماده صدقي والحضري ضمن جهازه المعاون. كلام كتير في الحقيقه عن المرشحين لقياده مصر خلال الفتره اللي جايه كمدير فني وجهاز فني كامل واسماء، والبعض بيقول لك ان الافضل يكون مدير فني وطني، واعتقد يعني ده الافضل فعلا بالنسبه لمصر، يعني خصوصا ان انت عايز حد يكون ملم بالامور والاحوال المصريه واللاعبين المصريين وكيفيه التعامل معاهم. وده من خلال طبعا كمان كلام كابتن هاني رمزي بالامس، يعني بالمناسبه ان اجيري ما كانش عارف ازاي يتعامل مع اللاعبين المصريين، وان هو كان بيتعامل معاهم على انهم لاعبين في اوروبا، حتى لو عندنا محترفين، ده كلام كابتن هاني رمزي، بس ايضا اللاعب المصري بيبقى عايز معامله معينه ولازم تشد عليه شويه الامور اللي اتكلم فيها كلها كابتن هاني رمزي. فبالتالي اعتقد الاقرب كده خلال المرحله الجايه والواضح يعني انه يكون هيكون مدرب فني وطني، في نفس الوقت زي ما بتقول اليوم السابع كده ممكن يكون الاقرب الكابتن حسن شحاته، وهو حقه ان هو يختار الجهاز الفني المعاون، رغم ممكن يكون في تحفظ على بعض الاسماء، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. نروح للجمهورية واللي بتتكلم فيما يتعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وان الانتخابات هتكون على مرحلتين، وقرار تسليم الاتحاد جاهز. الأولمبية هتنفذ لائحة الجبلية بدون تعديل، وده شيء هيكون مهم. وبالمناسبة يعني بعض الأندية بتحاول ان هي يكون في دعوة لعقد جمعية عمومية مقبلة او اجتماع جمعية عمومية عشان يتم تعديل اللائحة، لان كان في امور كتيرة جدا متتعلق باللائحة السابقة اللي ممكن يكون تم اعتمادها من قبل اتحاد الكرة، واللي بتتمثل في ايه؟ مسؤولين عن الأندية عايزين ان اللي بيشتغل في الإعلام ما يكونش متواجد في اتحاد الكرة، او اللي متواجد في اتحاد الكرة ملوش علاقة ما يشتغلش في الإعلام، يتفرق الاتحاد الكرة، وده في الحقيقة مطلب مهم جدا بصراحة يعني. في نفس الوقت بيتكلموا على بعض البنود الأخرى يعني اللي ممكن بشأنها تكون تصحح مسار الكرة المصرية بشكل عام. فبرضه فكرة او اقتراح مطروح خلال الفترة الحالية ان يكون في اجتماع عاجل بالنسبة للجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة كل هذه الامور. نروح للشروق، الشروق بتقول ان وزارة الرياضة تنتظر رد الفيفا لتعيين لجنة مؤقتة لادارة اتحاد الكرة لمدة عام، على امل يعني ان شاء الله يكون في انتخابات في 2020، وده كله هيسير من خلال اللائحة.
لان كل حاجه لازم بصراحه تمشي من خلال اللائحه عشان ما يكونش في اي امور غير قانونيه بتحصل، وده في موضع دراسه حاليا بخصوص المسؤولين عن الكره المصريه. نروح للمسا. رئيس الاتحاد الدولي في القاهره لحضور كونغرس الكاف منتخبنا في التصنيف الاول تصفيات امم افريقيا بالكاميرون. هو ماشي تصفيات الامم الافريقيه اوكي، احنا تصنيف اول، احنا الاهم تصفيات كاس العالم نكون تصنيف اول، لان الوضع هيبقى صعب قوي، تصفيات صعبه جدا جدا، والنظام الجديد اللي معمول مش سهل خالص، فلازم ان انت تحاول، وده هيخلينا نتكلم في حته تانية مهمه، يعني لازم ان انت تحاول تلعب مباريات دوليه تكون معتمده عشان تصنيفك يتحسن. في نفس الوقت انت عندك اجنده دوليه امتى؟ في شهر 9، وفي شهر 9 احنا عندنا ايه كمان؟ عندنا بطوله كاس مصر. ف ممكن يكون كان في اتفاق مع مستر اجيري ان انت هتسيب اللعيبه الدوليه، وما اعرفش هو ازاي وافق على كده يعني. وفي نفس الوقت الجهاز الفني الجديد هيوافق على كده ولا لا؟ لان لازم تحسن مركزك عشان تضمن ان انت تبقى تصنيف اول، عشان تحاول تسهل شويه من مهمه التصفيات المؤهله لكاس العالم. امور كلها هيتم يعني حسمها خلال الفتره الجايه. طبعا رئيس الاتحاد الدولي هيكون متواجد في القاهره لحضور كونجرس الكاف، وكمان هيحضر نهائي بطوله الامم الافريقيه. نروح للاخبار. الاخبار بتتكلم على مفاجات في ختام الكان، اغاني بنجوم افارقه وتراث المصري في النهائي والبروفه الاخيره الليله. في الحقيقه النقطة المضيئة جدا جدا كمان، مش مجرد هي نقطة مضيئة، تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية الأكثر من رائع من كل الجوانب، وكل حاجة كل حاجة في التنظيم كانت رائعة جدا. الحاجة السلبية الوحيدة للأسف خروج المنتخب المصري مبكرا جدا كمان، أكثر حاجة سلبية طبعا، وأصعب حاجة سلبية كمان. لكن في نفس الوقت التنظيم كان كويس، حفل الافتتاح كان مبهر، فبالتالي باذن الله متوقعين ان احنا هنشوف حفل افتتاح افضل كمان من كده، في او عفوا حفل ختام البطوله يعني على غرار حفل الافتتاح، ويكون حاجه كويسه جدا، واحنا واثقين جدا في المسؤولين والمنظمين لهذه البطوله. البروفا الاخيره هتكون النهارده، احنا عارفين الحفل هيكون بعد بكره ان شاء الله في المباراه النهائيه او قبل المباراه النهائيه على طول ما بين السنغال والجزائر. نروح للاهرام. تونس ونيجيريا في مباراة النسور المحلقة لتحديد المركز الثالث. مباراة صعبة جدا جدا، واه ممكن الأهداف والطموحات تكون خلاص اتغيرت دلوقتي، ممكن معنويا اللاعبين في المنتخبين يعني مش على أعلى مستوى معنويا ونفسيا، لكن في نفس الوقت هتبقى شيء مهم جدا جدا للمنتخب التونسي ان شاء الله ان هو يحقق المركز الثالث، ومخصوصا ان هم بادوا البطوله بعد مباراه غانا وفوزهم عليهم بشكل جيد، اداء ونتيجه من خلال ضربات الجزاء. طيب خلينا نتكلم على بطوله الامم الافريقيه. نروح لمداخله مهمه جدا جدا، وخصوصا قبل مباراه النهائي ان شاء الله يوم الجمعه ما بين الجزائر والسنغال، عشان كده معايا على الهاتف في هذه اللحظات كابتن الكبير واسطوره الكره الجزائريه كابتن صالح عصاد. يا كابتن صالح مساء الخير على حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساء الخير على حضرتك. يا مرحبا، اهلا بكم. اهلا، منورنا في شاشه قناه النادي الاهلي. الله يسلمك والله، يعني فريق شرف لنا، حتى فريق الاهلي يعني كان فريق المحبوب عند العالم العربي. اكيد اكيد. طيب احنا عايزين نتكلم طبعا على مباراه الجزائر، وحضرتك احد نجوم واساطير الكره الجزائريه، والناس اكيد مش هتنسى كاس عالم 82 والفوز على المانيا والاداء الاكثر من رائع للمنتخب الجزائري، وحضرتك كنت احد اعضاء الفريق في هذا التوقيت، فبالتالي احنا عايزين نستغل فرصه تواجد حضرتك معانا ونتكلم على المباراه الحاسمه المقبله ما بين الجزائر والسنغال، واخيرا ان شاء الله باذن الله الجزائر عندهم فرصه باذن الله ان هم يفوزوا بهذا اللقب. كيف ترى هذه المباراه؟ نتكلم عن المباراة بتاعت يوم الجمعة. اه بالظبط، المباراة النهائية. نعم يعني صراحة يعني فريق الجزائري هذا فريق يعني 2019 يعني كان فريق قوي من كل جوانب، يعني كان مع المدرب الجديد بالماضي يعني أعطى الشيري كان منتظر، ولا الشيري كان مخصوص يعني في الفريق الجزائري. يعني أنا أقول الفريق الجزائري حاليا يعني يؤدي في مقابلة جيدة كويسة جدا. فريق أظهر يعني شيء اللعب قوي، لعب يعني جميل تكتيكي و
يلعب في 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 في, في, في الدفاع وفي وسط الميدان وفي في الهجوم، يعني متساوي، يعني فريق قوي هذا، يعني بشيء غير عادي لأول مرة يعني في هذا ربما في 15 سنة يعني الأخيرة. طيب شايف المباراة ازاي وايه المطلوب من لعيبة المنتخب الجزائري ومطلوب كمان من جمال بلماضي مدير الفني الرائع للمنتخب الجزائري في ظل ان اخيرا وصلوا للمباراة النهائية منذ 90 عام 90 بالتحديد لما الجزائر فازت بالبطولة المرة الوحيدة لما كانت بتستضيف هذا الحدث، المطلوب منهم ايه ووجهة نظر حضرتك كفة الجزائر ارجح ان شاء الله في هذه المباراة ولا لا؟ هو مطلوب ان الفريق الجزائري يكون يعني في أن يلعب يعني كما لعب يعني المقابلة الأولى، يعني من قبل المقابلة الأولى مع السنغال وكينيا وتنزانيا والفريق الأخير مع نيجيريا، أن يعيد المقابلة التي دارها يعني مع الفريق نيجيريا، هذا المطلوب من الفريق يعني الجزائري حاليا. كويس. طيب حضرتك كنت متواجد في المعسكر الاخير للمنتخب الجزائري قبل وصولهم لمصر للمشاركه في البطوله، قول لي كواليس الكلمات اللي كانت ما بينكم في المعسكر، وهل حضرتك كنت واثق ان المنتخب الجزائري ممكن يوصل لنهائي البطوله؟ والله انا يعني ما فهمت يعني منيح كلام ما فهمت منيح الكلام ما فهمت الكلام يعني سامعني حضرتك؟ ما فهمت عليك سؤال. حضرتك كنت متواجد في المعسكر الاخير للمنتخب الجزائري قبل بطوله الامم الافريقيه، الكواليس كانت ايه في المعسكر ده، وخصوصا ان المنتخب الجزائري بعد ما وصل مصر قدر ان هو يكمل البطوله لحد الاخر، وهل حضرتك كنت متوقع ان المنتخب الجزائري يوصل لنهائي البطوله؟ والله ما فهمت عليك السؤال. طيب انا ما فهمت ما فهمت سؤال يعني حضرتك كنت متوقع ان المنتخب هيوصل للنهائي المنتخب الجزائري؟ يعني بالمقابلة انا شفت فريق الجزائري في قطر يعني كان في معسكر بالظبط، وده اللي انا بسال حضرتك فيه. اتفضل اتفضل. نعم اتفضل، انا ده اللي بسال حضرتك فيه. اتفضل. والله ماني فاهم سؤال يعني ماشي. اتفضل جاوب حضرتك كمل. طيب اتفضل. شكرا. ماشي بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن صالح عصاد، طبعا احد اساطير الكره الجزائريه، الواضح ان الفرنسيه عنده غالب عنده شويه، فمش فاهم اللغه العربيه بشكل كبير، وانا بصراحه ما بعرفش اتكلم فرنساوي يعني، لكن في كل الاحوال مداخله كانت مهمه، واضح ان في حاله من السعاده الكبيره جدا في لدى الشعب الجزائري بخصوص بطوله الامم الافريقيه ووصولهم للنهائي، وشيء اكيد كان مهم جدا بالنسبه لهم. طيب عندنا أمور كتيرة لسه في الجرايد عايزين نعلق عليها، هو فيما يتعلق من جريدة الأخبار المسائي. الأخبار المسائي بتقول إن طوارئ قبل موقعة الحسم، وإن الجزائر بتحشد أسلحتها والسنغال بتتطلع لإنهاء العقد. احنا عارفين إن المواجهات التاريخية في صالح الجزائر في الحقيقة، هم لعبوا 22 مباراة على مدار تاريخهم بشكل عام، الجزائر كسبت في 13 مره والسنغال كسبت 4 مرات تقريبا حاجه كده يعني، لكن فيما يتعلق ببطوله الامم الافريقيه ومواجهتهم مع بعض كان 4 مرات، الجزائر كسبت 3 وتعادلوا مره، فالافضليه للمنتخب الجزائري، كل ده مش مقياس طبعا، لكن مهم جدا ان شاء الله المنتخب الجزائري يكون مركز في المباراه النهائيه ويفوز باللقب باذن الله. مصر اليوم بتقول مكافآت ضخمه لتحفيز الخضر لاقتناص لقب الكان، وده شيء طبيعي وهم حقهم طبعا في اي مكافاه ترصد للمنتخب الجزائري بكل اعضاء الجهاز الفني واللاعبين بعد هذا الاداء الرائع والنتائج الاكثر من رائعه في بطوله الامم الافريقيه، ان شاء الله تكلل بالنجاح والفوز بهذا اللقب. طيب يعني دي اهم الاخبار اللي كانت بخصوص الكان وبعض الاخبار المحليه في الصحف، ايه اهم الاخبار الخاصه بالكان ايضا واهم الاخبار الخاصه بالكره المحليه في المواقع، يلا بنروح نشوف. اليوم السابع الأندية تطالب بجمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة الجبلية قبل الانتخابات. سوبر كورة، ثروت سويلم يدلي بصوت مصر في انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف. بوابة فيتو، وزير الرياضة يضع اللمسات النهائية لحفل ختام أمم أفريقيا. الفجر الرياضي، إنفانتينو يحضر
ختام الأمم الأفريقية. يلا كورة. تريزيجيه يقترب، جناح فياريال يرفض الانتقال إلى أستون فيلا. صدى البلد، أليكس أيوبي يوجه رسالة خاصة جدا لمحمد النني. بوابة الشروق، نسور قرطاج حدى نيجيريا في لقاء تضميد الجراح بكأس الأمم الأفريقية. الصريح التونسية، معز بن شريفية سنقاتل من أجل المركز الثالث. فوت 24 التونسي، رئيس الجامعة يحفز لاعبي المنتخب قبل ملاقاة نيجيريا. الشباك الجزائرية، بالماضي يحقق حلم فتاة صغيرة. النهار الجزائرية، أنباء عن حضور بن صالح لنهائي الكاد. الشروق الجزائرية، لقب أحسن لاعب أفريقي سينحصر بين رياض محرز وساديو ماني. طيب سريعا نعلق على بعض الأخبار، بالتحديد خلينا نبتدي بيلا كوره. ده خبر مهم جدا بالنسبه لنا، ان تريزيجيه يقترب من من استون فيلا بعد جناح فياريال ما رفض الانتقال لاستون فيلا، وخصوصا اللاعب الفونسو بيدرازا جناح فريق فياريال كان هو الاولويه بالنسبه للفريق الانجليزي للتعاقد معاه، فبالتالي اللاعب خلاص اقترب من الانضمام لاشبيليه الاسباني، فبالتالي فرصه اصبحت سانحه قدام تريزيجيه ان هو يروح استون فيلا. نتمنى في الحقيقه اللاعب بقدرات تريزيجيه ان هو ينضم لاستون فيلا الانجليزي، دوري قوي بهذا الحجم، ان شاء الله يكون موفق تريزيجيه في الانتقال واخذ هذه الخطوه الهامه جدا. نروح للصريح التونسيه، وبتقول تصريح على لسان معز بن شريفيه، طبعا حارس المنتخب التونسي، هو طبعا ما بيلعبش بطوله خالص كاساسي، لكن هو حارس مخضرم واحد حراس الترجي التونسي، قال ان احنا هنقاتل من اجل المركز الثالث، وده شيء مميز في الحقيقه. هو لاعب بيتكلم يعني، قال ان احنا ابتدينا البطوله بشكل سيء، لكن ابتدينا بالشكل المطلوب بدايه من مباراه غانا في دور ال 16، وابتدى مستوانا يعلى. ان شاء الله باذن الله نختم البطوله من خلال الفوز على نيجيريا وحصد البرونزيه، نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. طبعا فوت 24 التونسي بتقول ان رئيس الجماعه يحفز لاعبي المنتخب قبل ملاقاه نيجيريا، وده من خلال طبعا اجتماعه بيهم قبل المباراه النهارده او قبل اخر المران بالتحديد، وطلب منهم ان هم يرجعوا بالميداليه البرونزيه. وديع الجريء طبعا هو رئيس الاتحاد التونسي او الجماعه التونسيه لكره القدم. كمان من ضمن الاخبار، النهار الجزائريه بتقول ان في انباء عن حضور بن صالح لنهائي الكان، الرئيس طبعا الجزائري عبد القادر بن صالح، يعني بيقال او في انباء بتقول ان هو هيكون متواجد في استاد القاهره عشان يأزر المنتخب الجزائري. بالمناسبه كمان نسبه كبيره هيكون متواجد رئيس المنتخب رئيس الشعب السنغالي ماكي سار للتواجد في استاد القاهره ان شاء الله عشان يأزر المنتخب السنغالي. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري في هذه المباراه. الشروق الجزائريه بتتطرق لجائزه افضل لاعب في افريقيا، وان هي خلاص انحصرت ما بين رياض محرز وساديو ماني، وده اكيد طبيعي جدا بعد خروج محمد صلاح من الادوار الاولى في بطوله الامم الافريقيه للاسف الشديد. فبالتالي اللي هيكسب مباراه في ما بين السنغال والجزائر هو اللي هيكون الاقرب بالتحديد فيما يتعلق برياض محرز وساديو ماني للفوز بافضل لاعب في القارة الأفريقية. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل فقرة مهمة ومميزة جدا من خلال زميلتي العزيزة سارة حمودة وكل ما يخص السوشيال ميديا، بعد الفاصل. شكرا لزميلي أمين هشام، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وجولة جديدة في عالم السوشيال ميديا. لكن في البداية خلونا نبدأ بسؤال حلقتنا النهاردة، إيه هو توقعاتكم لمواجهة تونس ونيجيريا النهاردة في مباراة تحديد المركز الثالث لأمم أفريقيا مصر 2019؟ تقدروا تشاركوا على صفحتنا في قناة النادي الأهلي أو على فيسبوك، على صفحة الفيسبوك أو الحسابات الرسمية للقناة على تويتر وعلى إنستجرام. نبدأ جولتنا في السوشيال ميديا، والبداية مع محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي نشر صور على تويتر لملعب مختار التتش وعلق: التتش بعد صيانة مكثفة من قبل الإدارة التنفيذية بالنادي في فترة معسكر الفريق بأسبانيا
لحين اختيار التوقيت المناسب للتغيير بما يتماشى مع مواعيد الفريق الأول لكرة القدم مع إحدى الشركات العالمية والذي سيتم اختيار الأنسب منها من قبل مجلس الإدارة. أما الجابوني مليك إيفونا لاعب الأهلي السابق فنشر صورة قديمة على تويتر من إحدى تدريبات الأهلي. واضح أن أي لاعب تواجد في الأهلي دايماً بياخد الحنين للفانيلا الحمراء وملعب التتش. ومن الأهلي للكان والبداية بتغريدة النائبة أنيسة حسونة على حسابها على تويتر وقالت بمناسبة النهائيات الأفريقية على فكرة كل واحد حر يشجع الفريق اللي يعجبه من غير مزايدات من الآخرين بضرورة الانحياز إلى فريق بعينه لأسباب جغرافية أو انتمائية أو غيرها ودي كورة والقلب مريض مش تصويت في الأمم المتحدة. وكتب الفنان نبيل الحلفاوي على تويتر ونعود اليوم للمفارقة في ألعاب المواجهات التي أذكركم بها. ينهي صاحب المركز الثالث المسابقة فائزا سعيدا بينما ينهيها صاحب المركز الثاني خاسرا تعيسا. ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على تويتر صور لجماهير الجزائر وعلق وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. أما الحساب الرسمي للكاف على تويتر فنشر درجة الحرارة النهاردة في القاهرة قبل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين تونس ونيجيريا وكتب طقس دافئ في ملعب السلام نتمنى لكم مباراة رائعة ومثيرة لا تنسوا شرب السوائل. فعلا يا جماعة ما تنسوش تشربوا مياه النهاردة الجو حر قوي. كمان نشر حساب فرجول على انستجرام صورة لأطفال جزائريين يلعبوا كرة القدم وبيحاولوا يقلدوا الركلة الحرة اللي أحرز منها رياض محرز هدف فوز الجزائر على نيجيريا وتأهلهم لنهائي الكان. وكتب حساب فرجول الجملة الشهيرة لمعلق المباراة أثناء تعليقه على الهدف حطها بالجول يا رياض حطها بالجول. طبعا هدف تاريخ أكيد محدش هينساه في أفريقيا وتحديدا في الجزائر. ونروح للسوشيال ميديا عالميا ونبدأ مع حساب نادي ليفربول الإنجليزي على تويتر واللي نشر صور لنجوم الفريق وقت الوصول للولايات المتحدة الأمريكية لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد وكتب الريدز في أمريكا. واحتفل الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي على تويتر بانضمام الهولندي دي لخت للفريق ونشر صورة للاعب وقت وصوله لمقر النادي لإجراء الفحوصات الطبية وعلق إنه هنا. والحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا احتفل على تويتر بذكرى انضمام الألماني توني كروس لريال مدريد ونشر صورة للاعب وكتب توني كروس أصبح لاعبا في ريال مدريد في مثل هذا اليوم عام 2014. والألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال نشر صورة على إنستغرام مع بعض مشجعي الجانزر في أمريكا وعلق أحب رؤية الجانز هنا أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية الجانز. أما برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي فنشر صورة على تويتر من إحدى تدريبات الفريق وكتب جاهزون لأول مباراة في الموسم. ونشر أندير هيريرا المنتقل حديثا لصفوف باريس سان جيرمان صور على تويتر من مباراة أفريقيا الودية مع فريق دينامو درسين الألماني واللي انتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية. وكتب هيريرا سعيد للعب بهذه الألوان للمرة الأولى. حساب بليتشر فوتبول على تويتر نشر صورة لنجم كرة القدم عالميا باستخدام أبليكيشن فيس أب وعلق لقد كان صيفا طويلا. كمان حساب نادي تشيلسي على انستغرام نشر صورة لنجوم الفريق بنفس الأبليكيشن وكتب إنه فقط بسبب التدريبات المزدوجة والرطوبة.
واخيرا نشر النجم الايفوري ديدييه دروجبا صور له على تويتر باستخدام تطبيق فيس اب وعلق: العمر ما هو الا رقم. وبكده خلصت جولتنا النهارده في عالم السوشيال ميديا دلوقتي، هنطلع فاصل قصير ونرجع لزميلي امير هشام وفقره حواريه مع ضيفه رامي رجب الناقد الرياضي بجريده الدستور. نتكلم فيها، خلينا نبتدي بالكره المصريه واحوال الكره المصريه وما سوف يحدث خلال الفتره المقبله فيما يتعلق باتحاد الكره وملف المدير الفني للمنتخب الاول، كل هذه الامور وانا عارف ان انت على درايه كامله بكل ما يتعلق باتحاد الكره بتاعتنا. يمكن بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن تعرف بعد نكسه المنتخب في بطوله الامم الافريقيه كانت صدمه كبيره جدا للجماهير المصريه ان يخرج المنتخب من دور ال 16، وخاصه ان انت كنت يعني صعد اول مجموعتك وبتقابل ثالث مع جنوب افريقيا، كانت صدمه كبيره جدا. اكيد الحوالي اتغيرت في داخل اتحاد الكره في الشارع المصري بشكل كبير جدا، يمكن كانت صدمه كبيره جدا زي ما بقول لك. فطبيعي ان يكون بعد الصدمه الكبيره دي ان يكون في يعني توابع للزلزال لخروج المنتخب المصري من البطوله. يمكن الفتره اللي فاتت دي طبعا وفقا للائحه اللي موجوده داخل اتحاد الكره اللي هو ثروت سويلم ان هو اقاله مجلس او استقاله مجلس اداره، فبالطبيعي ان المفروض ان المدير التنفيذي بيقود الاتحاد الكوره خلال 3 شهور ويتم فيها اجراء انتخابات خلال 3 شهور، ولكن يمكن الفتره اللي فاتت ديت يمكن لحد الان الوقت اللي احنا بكلمك فيه يا استاذ امير لم يصدر قرار من وزاره الشباب والرياضه او من اللجنه الاولمبيه ان هي ترسل بتعيين لجنه مؤقته من داخل اتحاد الكوره، مش بتكلم على لجنه فنيه. تمام. من داخل اتحاد الكوره بتضم مفروض المدير التنفيذي مع المدير المالي ومع مثلا حد من اللجان اللي موجوده، واللجنه القانونيه بتدير الاتحاد لمده 3 شهور. لحد الان لم يصدر اي قرار من اللجنه الاولمبيه ان هم ارسلوا لاتحاد الكوره ان اللواء ثروت ان هو يقود الفتره اللي جايه، وبالتالي اللواء ثروت لحد الان مش مفوض له انه يمضي على اي شيكات او يسير العمليه الماليه خلال الفتره لحد الان لحد الوقت اللي انا بكلمك فيه. وبالتالي الجمعيه العموميه لما لقت في ازمه داخل اتحاد الكوره دعت في جلسه وديه يوم الاثنين القادم هيحضرها لا يقل عن 80 نادي من اعضاء الجمعيه العموميه. يمكن الجمعيه العموميه وصلت لحد الان 210 نادي في 80 نادي هيتكلموا في حته في امرين مهمين. الامر الاول يمكن لسه ما فيش حد يعرف بيه، الامر الاول هم يتكلموا ان المدير التنفيذي يستمر في منصبه كرئيس للاتحاد الكوره او مفوض رئيس اتحاد كوره مؤقت لحين اجراء الانتخابات. يمكن كل اعضاء الجمعيه العموميه او معظم الانديه اللي موجوده في الجمعيه العموميه وخاصه الانديه الدرجه الثانيه والثالثه رافضين ان هو يجيب لجنه مفاوضه، مش عشان في مشكله ما بينهم وما بين المدير، عشان عاوزين يمشوا اللائحه. اللائحه بتقول ان ما في اقاله المجلس او استقاله المجلس بيدير الاتحاد الكوره المدير التنفيذي، فهم يمشوا باللائحه، فخايفين ان يكون في مشاكل مع الاتحاد الدولي. كان في كلام الفتره اللي فاتت دي ان في مخاطبه من اللجنه الاولمبيه والدكتور حسن مصطفى ومن الاتحاد الكوره او من وزاره الشباب والرياضه للفيفا ان هم الفتره دي ان هم يجيبوا لجنه مؤقته لحين اجراء انتخابات او يكملوا بلجنه مؤقته او مجلس مؤقت لحين اجراء الانتخابات في السنه الجايه، وده طبعا مخالف للائحه. فلسه هو جه رد رسمي من الفيفا ولا لا؟ لا لحد الان لسه، واعتقد ان هو حتى لو جه رد انا من وجهه نظري انا وفقا للائحه ان هم يرفضوه، وبالتالي الجمعيه العموميه هتعمل جلسه مع اللي هو ثروت سويلم وهيعملوا محضر بعد الجلسه. جلسه وديه. جلسه وديه وهيبقى في تفاوضات من الانديه، تفاوضات رسميه من الانديه لاتحاد الكوره اللي احنا جايين مفوضين بشكل رسمي من النادي نفسه على اساس ان يبقى برضو جلسه وديه يعني شبه رسميه. طبعا. ويبعتوا هيجتمعوا في هذا الاجتماع وهياكدوا فيه خلاله ان هو لابد ان ثروت سويلم او اللي هو ثروت سويلم ان هو يستمر كمدير تنفيذي ويتم اجراء الانتخابات بعد 3 شهور. هي المشكله في طبقا للائحه يعني طبقا للائحه، بس هي المشكله في ايه؟ المشكله ان المجلس اللي هيجي جديد ده يعني مش هيكمل حوالي 11 شهر. طبعا. دي مشكله كبيره جدا للاعضاء الناس اللي عاوزه تترشح. في كلام كتير جدا اتردد في الفتره الاخيره عن 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 جمال الاستاذ جمال علام طبعا رئيس اتحاد الكره السابق هيترشح، في كابتن طارق تردد اسمه برضه الفتره اللي فاتت انه ممكن يترشح. دي كلها اسماء، وفي طبعا بدات الجبهات دلوقتي او القوائم بدا الناس اللي هم عاوزين يترشحوا ان هم يعدوا قوائم معينه محدده، وان كان النظام اللي موجود في الانتخابات نظام فردي وليس بالقائمه، يعني اللي هيختار فرد واحد فرد مش قائمه. كان في كلام من الفتره في الجمعيه العموميه الاخيره لاتحاد الكوره ان هم عاوزين يعملوا نظام قوائم بس الجمعيه العموميه رفضت، بس ولكن هم وافقوا على بند الـ8 سنوات، الغاء بند الـ8 سنوات. وبالتالي في اجتماع يوم الاثنين القادم هيناقشوا فيه الموضوع
ده، وربما يتطرقوا بس لموضوع الصعود والهبوط في الدرجه الثانيه. ده اهم الموضوعات اللي ممكن يناقشوها. هو يعني وفقا لسه يمكن كنت عامل مكالمه قبل ما على الهواء على طول، حد من الجامعه العموميه رئيس نادي بلغني ان هو اهم حاجه بالنسبه لهم ان هم يطبقوا اللائحه عشان ما يتعرضش مشاكل للكره المصريه خلال الفتره اللي جايه، ان هم يطبقوا اللائحه ان اللي هو صار يستمر في منصبه عادي الثلاث شهور اللي جايين دولت، ويتم عقد جمعيه عموميه عاديه ويتم فيها اجراءات الانتخابات خلال الفتره اللي جايه. في برضو كلام ان ممكن يلغوا البند الثمان سنوات، عشان تلغوا بند الثمان سنوات او تعدل حاجه في اللائحه لابد ان انت تدعي الجمعيه عموميه غير عاديه طبعا. دي ممكن تتعمل خلال شهر ونص حسب. وفي كلام ان ممكن يعملوها في شهر 3 اللي جاي، ان هي تتعمل بعد الانتخابات ما تتعمل الاساسيه اللي هي لمده بالزبط. سنه وتتعملها. فدي ده اللي داير دلوقتي. يمكن الفتره اللي فاتت دي رد بالنسبه للمدير الفني المنتخب. المدير الفني وده ملف مهم جدا في الحقيقه، لان ناس كتير بتتكلم وده اللي شغل الوزير وشغل انت عندك بقى تصفيات كاس عالم، عندك تصفيات افريقيا 2021، فانت اكيد لابد ان تساعده. عندك تجمع في شهر سبتمبر اللي جاي، فبالتالي انت محتاج المدير الفني يكون موجود دلوقتي يشوف الناس اللي موجوده. فترددت اسماء كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت دي، كابتن حسن شحاته كان هو من المرشحين الاقوياء اللي موجودين من ضمن المرشحين، ولكن يمكن اللي انا وفقا اللي انا عرفته ده كانت بالونه كده يعني طلعت من الوزاره عاوزين يشوفوا راي الجماهير ايه. هل هيبقى في تقبل لكابتن حسن شحاته؟ كابتن حسن شحاته ما فيش حد يختلف عليه كمدرب، نجح مع المنتخب وحقق انجازات 2006 2008 2010 وما فيش حد قدر يحققها، واعتقد انا من الصعب ان حد يحققها كمدير فني وطني او اجنبي يحققها مع المنتخب. شايف ان ده ممكن يكون اختيار انسب يعني كابتن حسن شحاته يجي؟ يعني أنا هي المشكله في اللعيبه دلوقتي، يعني المشكله يعني انا يعني اللعيبه كانت عندهم مشكله كبيره جدا يا استاذ امير. انا يعني اللي اتحققت 2006 و2008 و2010 مش مهاره لعيبه، ده ناس كانت بتاكل النجيله بلغه الكوره يعني زائد مهاره طبعا. المهاره طبعا بس يا استاذ امير يعني انت لو بصيت على المهارات اللي موجوده في منتخب مصر، لا لعيبه كويسه، مش محمد طبعًا. صلاح عندك تريزيجيه، عندك لعيبه اللي تقدر تصنع الفارق، وعندك بره منتخب مصر لعيبه افضل كمان صحيح. ما راحوش انما هي مشكله منتخب مصر ان اللعيبه دي مش عاوزه تعمل حاجه. يعني انا اعتقد في ناس هتزعل مني كتير بس اللعيبه دي شبعت فلوس، يعني اللعيبه دي مش عاوزه تعمل حاجه لمصر، مش عاوزه تعمل حاجه لنفسها. هو يعني بص في 2006 كان عندنا محمد زيدان محترف ولا عمرو زكي، يعني العمليه كتير قوي الاحترافيه كانت قليله بس ولكن كنت بتنزل الملعب تشوف اللعيبه كان بيبقى عندها روح ازاي لحد اخر لحظه، وده اللي ظاهر جدا في منتخب الجزائر. يعني انا منتخب الجزائر في البطوله دي في النسخه دي بطوله الامم بيفكرني بمنتخب كابتن حسن شحاته. لا فاللعيبه كانت عندها روح، وشوف عملنا ايه مع البرازيل، وشوف احرجنا ازاي في بطوله العالم. احنا لا احنا مشكلتنا كانت مشكله لعيبه كانت محتاجه طيب مدرب، عشان ناخد محتاجه مدرب عنده شخصية قوية زي كابتن محمود الجهر رحمه الله. هو ده يعني ده كان في فرق معانا. هنتكلم بتفاصيل كتيرة جدا في بعض الملفات، بس عشان اقفل ملف المدرب كابتن حسن شحاته خلاص، هو فعلا الأقرب ولا لسه في أسماء تانية؟ لسه في كلام، هو مرشح بقوة ولكن لحد الآن هو مرشح من ضمن المرشحين، ولكن لحد الآن لم يتم حسم الأمر بشكل رسمي. حتى كان في تصريح للوزير دكتور اشرف صبحي قال لك انا يعني كان في الكلام انه خلاص قعد معاه وخلص معاه، لا طلع الكلام قال لك انا ما قعدتش مع كابتن حسن شحاته. هو اعتقد ان هو مرشح من ضمن المرشحين، وفي كلام من داخل اتحاد الكوره ان هو في الكلام تردد من الوزاره ان هو ممكن يتولى منصب المدير الفني لاتحاد الكوره وليس المدير الفني لمنتخب مصر. ده الكلام الاخير ان هو يستعين بخبرته كمدير فني كويس. فكره كويسه طبعا، وده مطروح من ضمن بس هل الكابتن حسن شحاته يوافق على كده؟ ما يعني انا ما اعتقد بحكم اللي انا عارف الكابتن حسن شحاته، اعتقد ان هو لو مدير فني اكيد هيوافق. مدير فني الاتحاد اعتقد ان ممكن تبقى صعبه شويه، دي احسن حلول. طبعا موجود الكابتن حسام حسن، موجود الكابتن حسام البدري، موجود عدد من الاسماء، وطبيعي ان خلي بالك هم لحد الان ما فكروش في مدرب اجنبي بعد الاخفاق بتاع اجيري. هو خلي بالك هو ده ماشي معانا يا استاذ امير، ان انت يبقى مدرب اجنبي عندك يبقى عنده اخفاق في مشواره يستعين بمدير فني وطني، الوطني يخفق نستعين بمدير فني اجنبي. فلسه الامور مش واضحه بشكل كبير جدا، انت عارف ما فيش مجلس دلوقتي فالدنيا لسه مش واضحه، هتبان بعد الفتره اللي جايه بس الوقت قصير جدا. اعتقد ان هو خلال الاسبوعين الجايين دول سيتم حسم الامر، سواء بتشكيل لجنه زي ما الوزير عاوز، واعتقد ان ده يعني من وجهه نظري ممكن تبقى لجنه فنيه بس ما تبقاش بشكل رسمي، عشان ما يبقاش يدير الاتحاد او النواحي الفنيه، واللي هو ثروت صغير مستمر في منصبه الحين اجراء الانتخابات اللي جايه. طيب ده فيما يتعلق بالمدير الفني لمنتخب مصر، لكن امبارح سمعنا تصريحات او شفنا تصريحات وقرينا تصريحات صحيح. الكابتن هاني رمزي طبعا المدرب العام السابق في الجهاز الفني لمنتخب مصر، شايف التصريحات دي ازاي ومدى
صحة التوقيت بالتحديد، هل ده وقت صحيح ان هو يتكلم فيه؟ وبعدين رد كمان المحمدي، وبعدين عمل أزمة، اتعمل أزمة عزلة كبيرة جدا، كان امبارح بالليل كده كلام كتير قوي، رأيك ايه؟ يعني بص، هو الكابتن هاني رمزي دايما يعني انا لاحظته في كذا حاجة كده، هو مندفع بشكل كبير جدا في التصريحات. يمكن مشكلة كانت عنده مشكلة جدا، ان يعني يبدأ البداية اللي كان عنده مشكلة مع المنتخب المحليين، كان ماسك كان يقود كان مسؤول مدير فني للمنتخب المحليين، وحصلت مشكلة ما بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة، وخاصة أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة، وبالتالي ساب المنتخب المحليين قبل مباراة المغرب المهمة اللي كانت هتصعدها. المشكلة كانت مع أحمد مجاهد؟ كانت الأساس كانت مع أحمد، كان عدد من الأعضاء هو أطلب تصريحات، قال لك أنا فعلا المشكلة كانت مع بسبب أحمد مجاهد، كان بيقف ضدي، ما كانش بيعمل لي الحاجة اللي عاوزها، وكان واقف ضدي، وهو على أساس إن المهندس أحمد مجاهد قريب من المهندس هاني أبو ريدة شوية، يمكن المهندس هاني أبو ريدة كان يعني بيترك حاجات كتير جدا المهندس أحمد مجاهد إن هو كان يدير في اتحاد الكرة، ودي كانت حصلت مشكلة فأعضاء المجلس، عدد من أعضاء المجلس كان عندهم غيرة من المهندس أحمد مجاهد إن هو بيدير كل حاجة في اتحاد الكرة، وبالتالي حصل مشكلة. كان دايما الأزمات مع هذا الشخص يعني. ما هو عشان هو اللي دايما هو اللي موجود في الصورة، هو اللي دايما بيتحكم، هو موجود، هو أصلا كان يعني هو يعني المهندس أحمد مجاهد من زمان إن هو موجود من تلاقي من الساعة 10 الصبح لحد الساعة مثلا لحد 7 آخر النهار لحد 8 يوميا موجود، يمكن قبل الموظفين بيبقى موجود ويمشي آخر واحد، فده موجود، وبالتالي المهندس أنا بقول لك كان بيثق فيه ثقة عمياء إن هو يدير شؤون الاتحاد بشكل كبير جدا. وبالتالي بعد ما هاني رمزي ساب المنتخب المحليين، هاجم الاتحاد بشكل كبير جدا، وهاجم المجلس الإدارة وتحديدا المهندس احمد مجاهد، وبالتالي الكابتن حماده صدقي تولى المهمه، لعبنا ماتش المغرب، خرجنا اتغلبنا، خرجنا ما صعدناش المنتخب المحلي. برضو هي نفس السيناريو بيتكرر تاني مع منتخب الاول، اعتقد الوقت مش مناسب خالص كابتن هاني، اعتقد ان انت يمكن هو بيدافع عن نفسه، بيقول انا قلت وعملت طب ما اوكي ما انا عارف، بس هو يتحمل مسؤوليه برضو، هو يتحمل مسؤوليه طبعاً. بس هي اجري على فكره بعد ما طلع في المؤتمر الصحفي، قال انا اتحمل مسؤوليه من الالف لياء، وانا المسؤول حتى قبل بطوله افريقيا، قال انا اختلفت كتير مع اعضاء الجهاز الفني، الراجل قالها، قال لك انا اختلفت كتير مع اعضاء الجهاز الفني في اختيارات عدد من اللاعبين، ولكن انا المسؤول الاول والاخير، والراجل بعد المؤتمر بقى في المؤتمر الصحفي وفي غرفه الملابس، قال يا جماعه انتوا عملتوا اللي عليكم وانا المسؤول الوحيد. فبالتالي هاني رمزي الراجل ما ادانش هاني رمزي في حاجه، انت بتتكلم بس هو الراجل صاحب القرار، فبالتالي هو صاحب القرار في الاول وفي الاخر. فالوقت ما كانش مناسب، خاصه دلوقتي احنا لسه يعني لسه الامور، الناس لسه متضايقه، الناس لسه يعني الغضب لسه موجود في شارع مصر، كل الناس بتتفرج، اعتقد انت يا استاذ امير منتخب مصر المكان موجود، احنا كنا بنتفرج واحنا بنستمتع طبعاً حتى طبعاً. لو مش ماتش منتخب مصر طبعاً. كان عندك روح ان انت تتفرج على الماتشات. بعد خروج المنتخب المصري الناس بقى عندها يعني بقت زعلانه، مش عاوزه تتفرج حتى على الماتشات، ملهاش نفس من الاخر يعني متضايقه فعلا. انت البطوله كانت موجوده على ارضك، نجاح البطوله دي قلناها قبل كده وبنقولها تاني، نجاح البطوله نجاح من ناحيتين، نجاح تنظيمي الحمد لله بسم الله ما شاء الله، يعني فعلا القياده المصريه عامله انجاز غير مسبوق، ان انت في خلال 3 4 شهور ان انت تعمل انجاز ده وتعمل مجهز الملعب ده، والمنتخب اتوفر له باللغه الشرق لبن العصفور، فكل حاجه كانت مجهزه لهذا المنتخب ان هو يوصل لمراحل متقدمه. انا يعني انا بالنسبه كناقد رياضي انا كنت عارف ان ممكن المنتخب يطلع من قبل نهائي يمكن، انما يطلع من دور ال 16 بهذا الشكل، كان ربنا كرمنا في 3 مباريات الاولين وما قدرناش للاسف ان احنا نتعلم من اخطائنا، نفس الاداء نفس السيناريو نفس الحاجه. فطبعا يعني انا غير موفق، كابتن هاني رمزي كان المفروض ما يتكلمش في حاجه زي دلوقتي، الامور مش مستحمله حاجه، بدا دلوقتي علي غزال بيهاجمه، احمد المحمدي، واعتقد ان الفتره اللي جايه دي كمان هو علي غزال كمان كتب حاجه يعني برضه انتقد هاني رمزي على يعني بيقول ازاي ان انت كمدرب للمنتخب، وبعدين لو في حاجه مشكله حتى في اللعيبه، قال لك المفروض تبقى في الغرف المغلقه، وعنده حق يعني، يعني المسؤوليه هتقع على الكل، بدايه من الجهاز الفني، الجهاز الاداري، الجهاز الطبي. طب رد المحمدي كان مناسب من وجهه نظرك؟ هو قال انا مش هرد عليه بحكم تاريخي يعني، برضه هو الراجل يعني هو هاجمه بشكل شيك يعني، هو هاجمه بشكل شيك يعني، يعني انا راجل دولي وانا عملت انجازات كتيره، او راجل يعني رمزي عنده تاريخ برضه يعني، هو هاجمه بشكل يعني، هو عاوز يعني احمد محمد بيقلل من الكابتن هاني رمزي بشكل غير مباشر يعني. هو بيقول لك انا مش هرد عليك عشان انا تاريخي كبير، اللي انا ما اردش عليه ده معناه ايه؟ معناه ان انا تاريخي كاحمد المحمدي افضل منك. هاني رمزي طبعا يعني كلاعب ما فيش حد يختلف عليه ان كان من افضل اللاعبين، كلاعب اساسي في منتخب مصر، لا ولاعيب وعمل انجازات ويمكن من اول محترفين اللي احترفوا في مصر طبعاً. هنا في اوروبا، وعمل انجازات كبيره جدا مش حد يختلف عليه، ولكن هي المشكله في ايه؟ انت بدات فكان طبيعي ان انت تدلي بتصريح مهم او تدلي بتصريح بانتقاد، فطبيعي ان يبقى في رد فعل، وده يبقى في رد فعل
من اثنين لاعيبه اعتقد ان الفتره الجايه برضو ممكن تشهد ردود فعل عليه بشكل كبير جدا، خاصه يقول لك انا ما عنديش الا اربع لعيبه اللي كانوا رجاله في الملعب والباقي كله يعني اولا يعني هو قال على محمد شناوي، طبعا محمد شناوي ما فيش حد يختلف عليه، اتكلم على محمود علي، اتكلم على احمد حجازي، اتكلم على طارق حامد، باقي اللعيبه سواء تريزيجيه او محمد صلاح او ما اتكلمش على اي لاعب اخر. كان في خلل كبير جدا واضاف بعد كده في تصريحاته تريزيجيه ومحمد صلاح يعني بعد الرباعي دول التصريحات اللي اتقالت على اربع لعيبه، وده التصريحات اللي اتقالت منه والتصريحات على اربع لعيبه، ربما يكون خان التوفيق فحب يصلح تاني قال لك محمد صلاح وتريزيجيه، فهم كانوا من العناصر مهمه جدا، واعتقد ان هو خان التوفيق، واعتقد ان هو غلط بشكل كبير جدا ان هو يتكلم في الوقت الحالي، وخاصه كمان زي ما قلت لك يا استاذ امير ان اجيري قال لك انا اتحمل المسؤوليه وانا المسؤول عن احتياطي، الراجل ما اتهموش وما قالش انت ما قالش هاني رمزي السبب، الراجل ما اتكلمش في حاجه زي كده، الراجل طلع في المؤتمر الصحفي اتكلم زي ما قلت لك كده، وبعد كده شويه قعد شويه في مصر وبعد كده سافر على 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 اسبانيا وما اتكلمش مع اي وسيله. الواضح ان كان في خطا من البدايه في التعاقد مع مستر اجيري. صحيح، هو مين كان صاحب فكره التعاقد مع مستر اجيري؟ وانا عارف انك عارف كل الكواليس، قول لنا كده مين. لا هو اترشح من عدد من اعضاء المجلس، انا مش اقدر اقول الاسماء اللي موجوده، اترشح من اعضاء المجلس، وفي الكابتن حازم امام على فكره يمكن كان رافض بشكل كبير جدا، كان رافض طبعا دي معروفه، واعلن وهدد بالاستقاله واتكلم مع المهندس هاني ابو ريده وخلاص، وكان يقدم استقالته اعتراضا على مستر اجيري، بيقولوا في مدربين افضل منه كتير جدا، وكان يعني هنري كان مرشح اللي هو وكان في المدربين كويسين، ولكن هو المشكله اختاروا اجيري ليه؟ لسببين، كان في اعضاء المجلس كان في مرشحينه، ثانيا ان الراتب اللي هو بيتقاضاه اجيري كان مناسب الى السقف اللي كان حاطه اتحاد الكوره، كان في مدربين اترشحوا يعني في مدربين على مستوى عالي جدا، ولكن كانوا طالبين 200 مليون 200,000 يورو في الشهر وبتاع، فده كان صعب جدا ان اتحاد الكوره يقدر يوفر المبلغ ده. فبالتالي الراجل لما جه قعد، كانت في اسماء افضل من اجيري وهتاخد مرتب اقل من كده كمان، اجيري كان بياخد 108,000 يورو. لا المرتبات ما فيش حد اقل عن 150، يعني كل المرتبات رينج كده من 150 وانت طالع لحد طب كده. ما هو اجيري دلوقتي مثلا في بطوله الامم الافريقيه هو اعلى مرتب من المدربين، هم من المدربين بس هم بس كانوا لما فتحوا السي في لعدد المدربين كانوا عاوزين مدرب كبير باسم، فالاسم محتاج اللي انت عشان تجيب اسم محتاج اللي انت تدفع فلوس يعني فاهمني، عشان تجيب هي معادله صعبه، انا محتاج مدرب كويس بس محتاج اسم، فهي المشكله ان اجيري تنازل شويه او خلى مرتبه الى حد ما متناسب، وهو طلع راجل ذكي يعني رغم ان هو يعني هو تاريخه على فكره في التدريب تاريخ كويس، يعني درب منتخب المكسيك اتلتيكو مدريد والوحده الاماراتي كان له تاريخ وباع كبير، ولكن الراجل ده ما قدرش يتعامل مع اللعيبه اللي موجوده، اللعيبه اللي كانت موجوده دي زي ما قلت لك كده كانوا محتاجين، بس هو الموضوع مش متعلق بتعامل بس، ده هو الراجل نفسه واضح انه فنيا عينه وحشه على اللعيبه بدليل القايمه اللي هو اختارها يعني. ما انت حتى لو نعتبر القايمه دي اللي مختارها يا استاذ امين، هل انت كنت تتوقع المستوى اللي ظهر بيه المنتخب ده؟ يعني خلينا نتكلم كده، اللعيبه اللي موجوده دي في اسماء هو سابها وكانت تستحق الانضمام لمنتخب مصر، هل الاسماء دي قدمت نص مستوى في البطوله؟ لا طبعا، بس في نفس دي كانت الوقت عاوزه مدرب جائد، مدرب حازم، مدرب مش عندك دكه برضه يعني هو دي مشكلة. عشان الاداء يبقى كويس مثلا حتى في الشوط الثاني تقدر تغير الماتش، تغير نتيجه ماتش، كلام من ده حتى ده بناء على اختياراته، حتى اللعيبه النفسيه يا استاذ امير كانت مطمنه ان هي تلعب اساسي حتى لو وحشه، ما عملتش منافسه حتى ما فيش يعني انت بص انت هتلاقي المنافسه الوحيده كانت في مركز حراسه المرمى. صحيح، هتلاقي جمال بن ماضي عشان كده محمد شناوي جمال بن ماضي جه في المباراه الثالثه مع تنزانيا ومنتخب الجزائر عمل ايه؟ ريح 9 لعيبه، رايح تسعى ليه؟ هو هدفه عشان يعمل دخل الناس المنافسه يبقى في منافسه ويعمل في منافسه، انت لو انت ما لعبتش بمستواك في الماتشات اللي جايه في البديل بتاعه، وده طبيعي، انا لا كلاعب كره قدم كابتن حسن شحاته كان بيعمل كده، انا لو لعيب كره قدم وعارف ان في منافس ورايا او بديل مكاني هيقدر يسد وهيركني لا انا هموت نفسي في الملعب، وبالتالي عشان كده ما كانش عندنا دكه بوتل، احنا مين الدكه اللي كانت موجوده في المنتخب؟ انت كنت بتدور كده، هل حد كان موجود في منتخب مصر؟ رجعت ورده عشان ما عندكش دكه، مفيش يعني انا هو حد ناس كتير قالوا اتكلموا على عشان انت ما عندكش اصلا، انت عندك مين يعني؟ حتى يعني كنت بقول عبد الله السعيد ممكن يظهر بشكل كويس بسبب خبراته، وليد سليمان لسه راجع من اصابه وكان مضغوط وضغوط جماهيريه فما قدرش يظهر، وعبد الله السعيد ما ظهرش، مفيش حد من منتخب مصر، هي احنا طول البطوله يا استاذ امير ما عملناش جمله، مفيش جمله اتعملت خالص، مفيش جمله اللي هي جمله بس الجون اللي جبته وده لمحمد صلاح، هي دي الكره اللي اتعملت، لا دي كمان ما تعتبرش جمله، في جمله الجون اللي هو بتاع المحمدي لما ايمن اشرف من ناحيه الشمال اللي اتلعب الكره في الملعب راحت له راح عامل كروس جت يعني، بس ما كانتش الهجمه حتى منظمه بشكل كبير جدا، ولكن انت ما تلعبش باسمك وحجمك وتاريخك في افريقيا وعلى ارضك وجمهور، ما هو احنا ما هو خلي بالك يا استاذ امير، ما هو الجمهور ده لا اما يمثل ضغط على اللعيبه لا اما يمثل دافع معنوي، مع اللعيبه اللي عندها خبرات بيمثل دافع معنوي بيخليهم
يموتوا في الملعب. مع لعيبه تانية بيبقى بيبقوا خايفين، الضغط الجماهيري ده كبير جدا، واستاد القاهره واول مره اللعيبه دي 90% منها اول مره يلعبوا في استاد القاهره. صح. يعني اول مره، فكان في ضغط جماهيري كبير جدا عليهم وما قدرش يتعاملوا، وكانت النتيجه اللي انت خرجت من الدور 16 يعني بشكل غريب. حتى انت في ماتش جنوب افريقيا يا استاذ امير، لو الماتش اتطول حتى شوط ثالث انت ما عندكش احساس اصلا المنتخب هيقدر يعمل حاجه. المستويات ضعيفه بشكل كبير جدا، واعتقد ان الفتره اللي جايه دي بسبب البطوله ديت في ناس كتير مش هتضم المنتخب. وبعدين انت ضامن حقوقك ليه؟ يعني انا بستغرب جدا، احمد حسن كوكا ده عمل اصلا يعني دايما بيتضم في المنتخب ده كوبر ضمه في كل المعسكر في التصفيات بتاع كاس العالم، مستبعده زهق منه، هو فعلا لعيب على قده، لعيب اصلا لو جون فاضي احترمنا طبعا الكامل لكوكا. يعني ممكن هو على فكره بيلعب في اوروبا مستويات يعني بيجي مع نوع ما بيبقى كويس مش وحش، بس بيجي مع المنتخب ما بيأديش. هات لي مباراه لعبها كده نقدر نقول عليه. يمكن في ناس بتقابل انتقادات لمروان، مروان عنده ميزه حلوه قوي، ولو مش هتتعامل مع المنتخب مش هيظهر. مروان بيحتاج كور عرضيات كتير طبعا، يعني خطوره مروان محسن في عرضيات الكتير. هل فين الكور عرضيات اتعملت من المنتخب؟ ولا حتى من العمق، ولا تلعب كوره، وكنت تحس ان في فريق ما بين وسط الملعب والهجوم. ومحمد صلاح اصلا كان بيسيب مركزه ويرجع ورا عشان يعني الدنيا اتلخبطت. احنا الاهداف اللي جبناها مهارات فرديه، تريزيجيه ياخد الكوره يجري بيها يلعبها لصلاح يجيب جون، صلاح من فاول يجيب جون، تريزيجيه مهاره فرديه، كلها محمد يلق كده. مفيش جمله تكتيكيه اللي انت عملتها تظهر تقول الراجل ده اجيري ده كان له بصمه مع المنتخب. سبحان الله، هو ربنا عمل كده عشان خاطر الراجل ده ما يكملش، عشان خاطر لا طريقته ما تناسبش مع منتخب مصر، طريقته ما تناسبش مع اللعيبه دي. اللعيبه دي زي ما بقول لك كده يا استاذ امير محتاجه لعيب، محتاجه مدرب عنده شخصيه قويه زي الجوهري. الجوهري كان بيعمل ايه؟ شوف كان بيعمل معسكرات ازاي مع اللعيب، وكان بيعلمهم ازاي، كان بيبعدهم ازاي. لا الراجل ده يعني كان في تساهل ما بينه وما بين اللعيبه بشكل كبير جدا، ما كانش في حتى في التدريبات، يعني حتى في التدريبات وفقا لمعلومات ان كانت الدنيا بتبقى فيه هزار وضحك. ماشي هزر وضحك، اضحك ما فيش مشكله، خرج اللعيبه من الاجواء، ولكن في فتره معينه خلاص احنا في فتره، الفتره دي مهمه، الفتره دي خلاص احنا الوقت الهزار ده خلاص، وعندنا فتره مهمه، وبالتالي كانت النتيجه سلبيه بالنسبه لنا. طيب بخلاف مصر والمنتخب والاتحاد كوره وكلام من ده، عندنا طبعا في مباريات في بطولة الأمم الأفريقية، آخر مباراتين النهاردة مباراة تونس ونيجيريا على المركز الثالث، ومباراة الجزائر والسنغال يوم الجمعة على الفائز باللقب إن شاء الله يكون المنتخبات العربية موفقة. شايف المباراتين دول إزاي نبتدي مباراة النهاردة؟ يعني أنت عارف المنتخب التونسي يمكن رغم إن هو صعد للدور قبل النهائي وهيلعب على الثالث والرابع يعني، بس ولكن ما قدمش المستويات اللي إحنا كنا منتظرين. يعني حتى لما صعد بثلاث نقاط، اتعادل ثلاث مباريات وصعد مع مالي، وبالتالي هم ما قدمش المستويات الرائعة. ولكن في المباراة الماضية يمكن خسر، يمكن أضاع ضربة جزاء وضاع أكتر من فرصة في الماتش قبل النهائي، وده كان الكفيلة إن هو يصعد قبل النهائي. طبعا. المنتخب التونسي أو المنتخبات اللي ما تقدرش تستغل الفرص في الماتشات الصعبة دي صعبة إن أنت تتعود. يعني طول ما أنت هتضيع تأكد إن أنت هتيجي في كرة في المباراة هتخسر بيها، وده اللي حصل فعلا مع المنتخب التونسي. أعتقد إن هي كانت مباراة بالنسبة للمنتخب التونسي مباراة صعبة، ولكن يمكن المدير الفني التونسي يمكن عمل مؤتمر صحفي امبارح وقال لك طبعا اللعيبة كانت بتمر بأزمة نفسية كبيرة جدا بعد الخسارة، كان نفسهم ان هم يوصلوا للنهائي ويحققوا انجاز كبير جدا للكره التونسيه، وبالتالي اكيد المؤتمر هتبقى صعبه. اعتقد ان هو المنتخبين هيحاولوا ان هم يحسنوا صورتهم امام قدام المدير الفني هنا والمدير الفني هنا، فهتبقى مباراه صعبه طبعا ما بين المنتخبين. الاقرب مين؟ يعني اللي انا شايف تونس لو عندها حافز قوي، اعتقد ان هي مع دعم الجماهير واقامه المباراه في مصر هنا مع الدعم الجماهيري اللي موجوده، ربنا ان شاء الله المنتخب التونسي طبعا الشقيق ان هو يفوز بهذه المباراه. طبعا المباراه الثانيه المباراه هتبقى صعبه جدا 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 جدا، هتبقى مباراه خاصه كمان ما بين ساديو ماني وما بين رياض محرز. يمكن انت عارف بقى في الهداف، يمكن هما الاثنين متعادلين في الاهداف، ثلاث اهداف لكل لاعب. الفوز اي منتخب، لو منتخب السنغالي فاز بالبطوله دي بتقرب ساديو ماني ان هو يفوز بافضل لاعب في افريقيا الموسم الحالي. أكيد. وبالتالي برضو رياض محرز نفس الحكايه، يمكن حصل على ثلاث بطولات مع مانشستر سيتي في النسخه الماضيه، فبالتالي عنده حوافز كبيره جدا ان هم يحققوا انجاز كبير سواء لمنتخب لبلده. يمكن انت عارف الجزائر حصلت على البطوله مره واحده سنه 90، كانت البطوله على ارضها. السنغال لم يحالفها التوفيق ان هي تحصل على هذه البطوله، وبالتالي المعنويات كبيره جدا. اعتقد ان هنا في لعيبه مهمه جدا، اعتقد المنتخب الجزائري عنده روح كبيره جدا، واعتقد ان هو المنتخب الوحيد اللي قدم كوره من اول مباراه لحد اخر مباراه بمستوى عالي جدا، ما تراجعش دايما حتى في مباراه قبل النهائي. كره رياض محرز عندك احساس ان هو هيجيب جول، يعني عندك احساس ليه؟ منتخب عنده الحافز القوي وعنده لعيبه وعنده روح وعنده دكه بطولات قويه. طيب بمناسبه المنتخب الجزائري والروح اللي عنده، عايز اعرض لك بعض اللقطات ومحدش ممكن يكون خد باله منها قوي في مباراه
الجزائر ونيجيريا مع هدف، بص اللقطات دي، مع هدف رياض محرز بعد ما الهدف جه. ده دلوقتي اللعيبه كلهم ايه بيحتفلوا. انا بوريك بس مدى التركيز. بص هنا اهو مدى التركيز في الشاشه هنا، بص معايا هنا يا استاذ رامي، مدى التركيز اللي واضح عند لاعيبه المنتخب الجزائري والجهاز الفني. نكمل الصوره اللي بعديها يا عمر، شايف اللي عليه السيركل الدوريه الحمراء ده مساعد في الجهاز الفني المدرب. بعد اللعيبه كلهم رايحين خلاص هنا ورايحين على الجهاز الفني وكده، هو وقف اثنين لعيبه قال لهم انزلوا في نص الملعب عشان ممكن المنتخب النيجيري ياخد الكوره ويروح يجيب جون. صحيح، فاهم؟ دي تفرق يعني، دي لوحدها تفرق، لان ممكن لو اللعيبه كلها بره الملعب منتخب نيجيري عادي يلعب ما فيش مشكله، لو كلهم في نص ملعب المنتخب الجزائري صح. حتى لو بره الخط تمام ممكن منتخب النيجيري يلعب ويجيب جون، ودي حصلت على فكره قبل كده. ممكن تحصل. بص بقى هم فين دلوقتي واللعيبه باقيين بيحتفلوا. بص مدى التركيز اللي الطبيعي جدا اللي يخليهم يوصلوا للدور النهائي، تركيزهم صح. روحهم صح. القتاليه صح. صح. هدفهم الواحد، الروح الحلوه اللي ما بينهم صح. الجهاز الفني كله مركز مش اللعيبه بس، فدي حاجه بتدل على احقيه المنتخب الجزائري للوصول للمباراه النهائيه، وكمان ان شاء الله باذن الله يتوج بهذا اللقب. صحيح، يعني ما فيش منتخب يوصل للمباراه النهائيه او فريق يوصل للمباراه النهائيه اللي فعلا كان يستحق. المنتخب الجزائري زي ما اقول لك المنتخب الوحيد اللي قدر يحافظ على مستواه من اول مباراه لحد اخر مباراه، يمكن الوحيد المنتخب الوحيد اللي لم يخسر اي مباراه، هو تم هز شباكه بهدفين، يعني ده دليل على قوه الدفاع ولا قوه الفريق الجزائري. وبالتالي طبعا احنا امنيات كبيره جدا، عندهم لعيبه على مستوى عالي جدا، رياض محرز، بغداد بنجاح، في لعيبه على مستوى عالي جدا، احنا املنا فيهم كبير جدا، واتمنى طبعا المنتخب الجزائري الشقيق انه يحصل على هذه البطوله، تبقى النسخه الثانيه له وسط فرحه كبيره اكيد من المصريين. احنا منتخب شقيق، ونتمنى طبعا المنتخب التونسي يبقى المركز الاول عربي والمركز الثالث يكون عربي ان شاء الله. التنظيم رايك في ايه؟ لا طبعا التنظيم، مش هنتكلم عن التنظيم، التنظيم رائع رائع رائع، وده بشهاده ناس. لازم اختم بالتنظيم في الحقيقه، لان احنا زعلانين على الكوره، زعلانين على المنتخب انه ما فازش بالبطوله طبعا عشان هي على ارضنا وسط جمهورنا، لكن في نفس الوقت في شيء جيد هو التنظيم والملاعب والبنيه التحتيه في مصر من خلال الملاعب اللي بنشوفها في الحقيقه. بص هو يمكن بعد ما اعلن المنتخب او الكره المغربيه، المغربي اعلن ان هو مش هيسعى للحصول على بطوله افريقيا، وبدا المسؤولين في مصر، يمكن من اللحظه دي المسؤولين في مصر سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي اعلن ان هو خلاص ان مصر تتقدم، وبلغ المهندس هاني بوريدا ان مصر تتقدم، وانا عارف ان احنا نقدر نعمل اي حاجه في فتره وجيزه. الدوله وقفت بشكل كبير جدا، اعتقد تنظيم رائع، واحنا شهاداتنا مجروحه طبعا، ولكن بشهاده كل الناس الزوار اللي جوه مصر، سواء المنتخبات، سواء الجماهير اللي كانت موجوده، سواء البعثات، سواء الحكام اللي كانوا موجودين، سواء الاتحاد الافريقي، كله اشاد بالتنظيم الرائع. وكنت اتمنى طبعا ان كمصري ان الفرحه تبقى فرحتين، والمنتخب المصري يصل للمباراه النهائيه زي 2006. فرحتنا فعلا كان 2006 مش نجاح تنظيمي بس، ولكن نجاح بالمنتخب، ولكن امنيات المنتخب خلال الفتره الجايه هي كبوه وتعدي، وان شاء الله يبقى للكره المصريه في احسن في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. خليني سريعا اخد توقعات الجماهير على صفحه قناه الاهلي على السوشيال ميديا بشان مباراه اليوم ما بين نيجيريا وتونس، توقعاتهم لهذه المباراه. خلينا نبتدي بانستغرام، ناخد ندى صابر قالت فوز نيجيريا، يوسف زيكا قال كمان فوز نيجيريا 1-0، نروح لفيسبوك، سما محمد قالت فوز نيجيريا، مروان قال فوز تونس ان شاء الله، نتمنى باذن الله تونس تكون موفقه، حسن شوقي قال فوز نيجيريا بسبب عدم استقرار الاداء التونسي، وليد خالد شلبي قال فوز المنتخب التونسي، سمير الماجيكو بيقول فوز المنتخب التونسي، ومعوض الاهلاوي بيقول يا رب بغداد بنجاح في الاهلي، صعب شويه معوض يعني، تمنيات اكيد من الناس. اخر توقع معانا ناخده، وليد خالد قال فوز المنتخب التونسي، ورمضان قال فوز المنتخب النيجيري، محمد محمود قال فوز المنتخب التونسي، نختم بفوز المنتخب التونسي عشان ان شاء الله يكونوا موفقين في مباراه اليوم. يا استاذ رامي نورتنا وشرفتنا، كنت سعيد جدا حضرتك معانا. انا سعيد يا استاذ، بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا استاذ. دي كانت فقرتنا الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده، كان معانا الاستاذ رامي رجب الناقد الرياضي الكبير بجريده الدستور، واتكلمنا في ملفات عديده جدا بخصوص الكره المصريه وبخصوص كمان بطوله الامم الافريقيه. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا وحلقه جديده بكره في نفس الميعاد ان شاء الله، الى اللقاء.